للرصد الجوي إدارة البحث والتطوير سي حاتم بكور، مرحبا بك من جديد. نحكي على التغيرات المناخية، على الارتفاع اللي احنا عايشينه متاع درجات الحرارة وتوقعات الصيف، حطيتنا في الوضعية العالمية والإقليمية، ولكن توا نحبوا نحكي شوية على تونس. شنو نستناو في الصيفة؟ معدلات درجة حرارة، طقس باش يكون مرتفع، كيفاش يحضر روحه المعهد الوطني للرصد الجوي لإصدار هالتوقعات البعيدة المدى إلى حد ما؟ هو كما سبق وقلت لكم، فيما يخص التوقعات الفصلية والمناخية، هي مش توقعات محددة لا في المكان ولا في الزمان، على خلاف التوقعات القريبة المدى. دونك بصفة عامة تلقاها تخص مناطق كبيرة، مثلا شمال افريقيا، جنوب الحوض البحر الابيض المتوسط. حسب النتائج اللي توصلنا لها احنا وحسب المؤشرات وبصفة عامة في الحالات هذوما، نحكيو على احتمالات في التوقعات الفصلية. الاحتمالات الغالب الكل تقول حسب عديد المراكز، حسب المعهد، تقول اللي راهو درجة الحرارة باش تكون أكثر من المعدل. نعم. خاطر أكثر من المعدل. أشوفش أولي. نعم. خاطر بصفة عام في العالم الكل ديما نحكيه بالنسبة للتوقعات الفصلية ولا التوقعات المناخية، ديما نحكيه حاجة قريب من المعدل، أكثر من المعدل، أقل من المعدل. بي المعدل قديش؟ خلنا نتفقوا على المعدل. 35 40 انت والمنطقة، انت وال في تونس نحكي على بلادنا. ما هو شوف، مش كيما قليبيا، مش كيما مثلا احنا تونس العاصمة. لا، تونس العاصمة تسخن، تونس العاصمة معناها نتيجة الموقع الجغرافي نتاعها تسخن. مش كيما المناطق اللي جايين في الويست، المناطق الغربيه والجنوبيه تسخن اكثر. باش نوصلوا قريب 50 درجه سي في السنه؟ ما نجمش نقول لك اكثر، معناها ما نجمش نعطيو هكاك. ولكن مش باش يكون فما استقرار، باش يكون صيف حار. الحراره يبدو كوني موجوده افيك معناها واحتمالات عاليه، معناها النماذج تقول اللي راهو الاحتمال كبير يفوق ال 50%. نعم. لكن مع ثم 40% و 30% ينجم يكون مش صحيح. باهي، نجموش نحكيو على الفترات الاسابيع نتاع الحراره المرتفعه نتاع عام ناول، فماشي توقعات باش تتعاود في السنه؟ معناها شو يسميوهم لي فاك دو شالور، موجات الحر. موجات الحر لا، ما نجموش نتوقعوهم في المناخ، كانش كي تقرب الفتره، فهمت؟ كي تقرب تولي مازلت لها جمعه ولا جمعتين. نعم. على ليميت نجمو. هل انتهى الحديث على تونس والطقس المعتدل والمناخ المعتدل وفات المرحله هذيك؟ يعني مع كل اسف نعم. فات مش كان لتونس، فات لبرشا مناطق في العالم، فهمت؟ نعم. لكن هو توا، لكن كان تسمح لي انت ما سالتنيش على الامطار. نعم. لكن هذا راه مش معناها الامطار باش يتبع، يعني اذا كان ثم ارتفاع في درجه الحراره ثم جفاف، لا نجموا نشهدوا امطار غزيره جدا حتى في الصيف. حتى في الصيف. وهذا اللي يتقال هو التغيرات المناخيه، معناه ان نجم الامطار تصب ولكن في غير وقتها، تصب في الصيف، تصب في الخريف، في اوقات بالضبط غير اللي كانت موجوده قبل. التونسي يسال عملي، يقول لك كيفاش نتاقلم؟ شنو النصائح اليوم؟ احنا باش نسمعوهم شنو قالوا في الميكرو تروتوار هذيا لزميلتي بونا المجري، وبعد نعطيك التعليق. قضيه راي عام. ربي يصب فينا اختي الكريم، شوف الطاقه لا تتاخر، ما لقيتش كان ذا ربي سبحانه ولا ولا خو راسك. قلت وصعد بال ما عندنا حد نعمل حتى يا اخي، حكم ربي ما باب صغيرات وبعوالي يخدم راه هكا ومظل وجيريه نتاع الخدمه. ما ونعمل شويه سلاطه ولا هو جاك خفيف ودم يمشي. باش نعمل العمل الخدمه باش نعمل؟ باش نحطهم مظل خاطر برا مو ساعات الاداره تلقى فيها كليماتيزير ناحيه وتنسيها وكذا. عملت لي شهر مع سنه ما حقنيش نخرج سخونة، وعملت شوية زهر فوق راسي، عندي الدم ما حقنيش نخرج. نقعد لفتر السنور بلفتر لها هكا وسمش علاش. السخانة هذه ديما موجودة، كل عام تجي السخانة هذه. قبل الناس يجي قدام حانوت تبدا كبيرة وكل شيء، والله في ركنة هكاكا ويعمل جرة كبيرة، فهمتني؟ ويبدأ يعبوا فيها في الماء. والله التوانسة كلها فايدة سخانة. كل واحد كيفاش عنا نعمل، والله واحد يقعد في داره وواحد يمشي للبحر، البحر في السخانة زادة والكل يمشيوا العشية. كنا نتوقعوا السخانة، تو ما عادش نتوقعوا. حاول ديما تمشي في الظل وتحمي راسك خاصة بواقي، مظلة، صحابة، أي طريقة، تحاول ديما تشرب الماء، تستهلك الماء. قضية رأي عام. هذا شقال التونسي على ارتفاع درجات الحرارة، حكم ربي، سلايطة، أكلة خفيفة، مظلة، كليماتيزور، مشيو للبحر، حاول يلقى الحلول باش يتأقلم. سي حاتم،
هو جستمو كما قال هو توا احنا معناش مفر من الموضوع هذا. نعم هما في التغيرات المناخية توا في المقابل ديما نحكيوا على الصمود بالفرنسوي يسميه لا ريزيليونس ولا التأقلم لادابتاسيون. هنا أنا نستغل الفرصة الموجود في إذاعتكم الكريمة اللي نذكر اللي عنا في تونس وفي مناطق نحن برشا عادات قديمة أنسيسترال اللي احنا بعدنا عليها ولكنها راهي ممتازة. لأن كما أنا ذكرت روحنا تونس من قبل معنا منطقة حارة ماشي منطقة. أولا ساء اختيار أوقات العمل هذه حاجة اللي باس عنده قيمة جستمون البني خاصة البناء لوريونتاسيون الاتجاه نتاع البني ثم فرق ما بين أنا نبني بني شرقي قبلي ما بين هذا كله الماتريو المواد البناء استعمال دونك هذا كله هم يسميوه معناها طرق للصمود مقابل التأقلم ومن بعد يجي التأقلم. نعم فينا هذا هو الحل إن شاء الله. في الختام هذية كإدارة تهتم بالتطوير وبالبحث العلمي تخدموا على هذا المنحة هذه التغيرات فما دراسات بعيدة المدى بأنه احنا توا قدام حالة مستمرة في الوقت يعني باش نكونوا صريحين زادة مع التوينسة تغيرات مناخية ما زالت متواصلة. صحيح هو احنا موان نذكر المعهد الوطني الجو هو يسميه هو منتج للمعلومات صحيح سيت ان برودكتور دانفورماسيون والهم تاعنا قد ما تكون المعلومات هذه دقيقه صحيح. على صعوبيتها قد ما هي نعم. احنا يهمنا قمتم بدوركم نعم قمنا بدورنا دونك في الصدد هذايا اداره البحث والتطوير في صلب المعهد الوطني الجوي جستمون توا قاعده تجرب في طرق اخرى علميه يسميهم لي ميثود اوبجيكتيف باش فيها شي مات تزيد تحسن مع التركيز على توا ديما نحكيو على التوقعات الاستباقيه التوقعات المناخيه هذه الفصليه نتاع قبل بشهرين وثلاثه شهور كل في المجال الاخر اون باراليل قاعدين نقدموا كما يلزم في مجال البريفيزيون ايميديات معناها الفوريه جستمون اما خلينا ناخذ شويه نختموا معاك شويه توقعات الايام القليله القادمه بالنسبه لدرجات الحراره في الايام القليله القادمه ثم ارتفاع في درجات الحراره والاسبوع الجاي ثم شويه تقلبات استدي ثم انخفاض صغير مع امكانيه هذوما اللي الزوابع الرعديه معناها مازالت متواصله نعم. خاصه في الشمال الغربي. تفضل. شكرا سي حاتم بكور مدير اداره البحث والتطوير بالمعهد الوطني للرصد الجوي. حبينا نحطوا شويه اضاءات على الموضوع هذايا ولطف عليكم سي سرويحكم الناس الكل احنا تعذر علينا تكون معنا ممثله وزاره الصحه خليت الازمه في وزاره الصحه ولكن النصائح معروفه ومتكرره خاصه للناس اللي عندها الامراض المزمنه كبار السن الصغار ديما يستحقوا عنايه خاصه كل مرتفع درجات الحرارة. شكرا سي حاتم راجعين بعد شوية لفقرتنا الأخيرة اليوم.